الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحب بكل سادة مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج المطعم. هنكمل مع بعض الحلقة امبارح اللي احنا عملنا فيها الفخدة المحشية وعملنا فيها ورقة اللحمة، وهنطلعهم قدام حضراتكم دلوقتي بعد ما استووا. استووا ايه ده؟ دابوا خلاص. يعني الفخدة اصلا هي حتة اللحمة كانت جميلة او ممتازة بصراحة، فما خدتش اي وقت، حشيناها ودينا التتبيلة بتاعتها وبدأنا نحط تحتها البوكي جارنيه بتاعنا، وبعد كده حطيناها في الفرن بعد ما قفلناها بورقة زبدة. وقلت لك على حركة ورقة الزبدة ديت مهمة جدا. ورقة الزبدة اللي هتحطيها على أي فخدة أو أي لحمة بتبليها مية وتحطيها على الحاجة اللي هتشتغلي بيها، عمر الحاجة ما تلزق، فاهمة ازاي؟ لكن لو انت حطيت الحاجة ناشفة وخدت وش ولا حاجة فبتلزق ورقة الزبدة، فبتيجي تشيليها بتلاقيها بتقطع. لكن انت اعملي الحركه اللي احنا عملناها امبارح، انك تحطي ورقه الزبده في ميه وبعد كده بتطلعيها بتفرديها على الحاجه، ودي من الحاجات المهمه جدا والضروريه ان انت تعمليها. تعالوا نشوف عندنا الرز. كل حاجه طبعا يعني هديكم بس ملخص بسيط عن اللي احنا عملناه امبارح، يعني ملخص دقيقه دقيقه ونص كده عن الحلقه عشان نذكر بعضنا، وبعد كده اهوت نرجع ونقدم حلقه امبارح. يلا ونرجع تاني. احنا لو جينا اتفكرنا من يومين اتنين كنا عاملين الفخده الحلوه ديت وحشيناها ولفيناها، المعلم جمعه لفها لنا كده وحشها لنا وسبناها، هنسويها النهارده. تعال نشوف التتبيله هنعملها ازاي. بسم الله. عشان نبدا ايه نديها كده تتبيله كده للفخده كده ونروقها، هجيب عندي بصلايه او بصلتين اتنين. تتبيله الفخده اول حاجه شروق، ادي البصل اهوت، هديها ايه؟ اديها طماطمايه. ماشي. روزماري. يا سلام، برضو ده بيخلي يظبط حته التتبيله قوي بصراحه يعني معايا. ناخد الكلام الجميل دوت ونروح فين؟ عندنا على الكبه بقى، ونديها اديها الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شويه فلفل، سبع بهارات كده حلوين، الباشا ده، شوية زيت صغيرين اهو، حبة مية صغيرين، شكرا. نديها فرمة. بص يا باشا كده اهو، بص جوه الايه، احط جوه الايه اما اربع فصوص توم كده زي الفل. الفخده ديت ولا صلصه ولا اي حاجه خالص، هو اصلا الدهن ده اصلا لما بيخش الفرن طبعا هي بتاخد كام ساعه، يعني مش اقل من اربع ساعات يعني عشان تطلع معاك ايه، معاك حته لحمه دايبه. يعني ادي بصل عشان التسويه الارضيه، دي الارضيه الحمد لله انا هحطها للفخده. اديها جزر اهو رايحين عندي على الصاج. بسم الله. اشي ورق لورا، حبهان، اربع فصوص حبهان، فصين اتنين مستكه. ماشي. بص بقى شويه التتبيله الباقيين دول نقوم حاطينها عليها. ماشي. وناخدهم كده اهوت مع بعض كل الحاجات ديت. شوية مية عليهم على ورقة الزبدة الأول بالشكل ده. ماشي أهي، تقوم واخداها كده وحطاها عشان الفويل ما يبقاش ملاصق ليه للحمة. كمريها بقى حلو. لازم فويل كتير، هي لازم فويل كتير. زي الفل. ورقه اللحمه اللي هنعملها باللحمه الضاني دي، اللحمه اللي انت شايفينها دي لحمه ضاني، هشيحه الزفاره جميله، حته سمنه كده صغيره، وممكن ايه اديها حته ليا كده صغيره معاهم برضو. بعد كده بقوم واخد عندي اللحمه واحده واحده منزلينها في الطاسه عشان نديها صدمه الاول، من غير اضافه اي حاجه عليها خالص. بستنى
التسليم طبعا جميل يعني اللي احنا حطيناه في الاول. اديها بصل جزر اهو طماطمايه فلفل حامي كده اهوت سبع بهارات معلقه صلصه طماطم كده محترمه ورق لورا وحبهان بطاطس مكعبات كده زي ما هي فيها شويه الملح وعندنا شويه الفلفل. بس يا باشا اتفضل يلا انزل يا باشا كله هنا ماشي. احنا طبعا هنقدم الحلقه بتاعتنا دي بكره ان شاء الله لان انا مش هلحق ان انا كل الحاجات دي هتطلعها النهارده طبيعي طبعا عشان ما ابقاش بضحك عليكم. لا الحاجات دي كلها ان شاء الله هنقدمها بكره مع شويه الرز اللي هنعملهم. شفت بقى الربط بقى ربطت لك حلقه امبارح بحلقه النهارده قدام حضرتك كل حاجه. عملنا ايه الرز اهوت وسويناه وبعد ما سويناه ايه جيت النهارده كده قمت حاطط له شويه ميه سخنه صغيرين ودفيناه كده بسيط جدا وبعد كده نبدا ايه نعمل كده 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 وكده وبعد كده 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 عشان نجيب الايه الباشا الفخده بقى اللي موجوده عندنا في الفرن. بسم الله نعمل لها كده فتحه وتعالوا نشوف عندنا الفخده. انا طبعا جيت قبل ما اطلع الفخده شلتها من عندي ورق الفويل وورقه الزبده وسبت وقمت واخد الناتج التسويه اللي نازل من غير صلصه ومن غير حاجه. هي الفخده اصلا عليها دهون فمش محتاجه ان انت تحط اي حاجه عشان تاخد الوش الجميل. لكن كل اللي انا عملته اللي انا خدت الناتج التسويه اللي طلع حلو الكلام اهو وقمت حاطه على الفخده من فوق فادتني اللون الجميل ده بس منتهى البساطه. نطلع يا باشا بسم الله ريحه طبعا ذكيه ناتج التسويه اللي طالع ده اهوت نقوم ملمعين بيه الحاجه الجميله ديت القمر ده اهو بسم الله. طبعا بنعرف طبعا التسويه بتاعتها عن طريق بص 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 لو انا لفيتها من هنا كده 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 بص العظم اهو كله كاشف كله تمام كله تحت السيطره كله تحت السيطره. نجيب بقى الباشا ده كده اهو هشيل خيط الدباره اللي موجود ديت اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم شيل بقى الدباره من هنا. بص يا حمدي انا عايز اوريك بس الايه لا اهو انا عايز امسك حته لحمه كده اهو حلوه كده اه لسه في دبره هنا تعالي دبره هنا تاني تعالي. بص يا باشا اللهم صل على النبي كل حاجه اللحمه متسخه من بعضها هي وكل حاجه مستويه ما شاء الله. طلع بسم الله الرحمن الرحيم وبنقوم يا باشا تاني الباشا ده هنا لا لا مش هنا اهو ماشي لحم من جوه عامل ازاي ما شاء الله هو بتيجي هنا كده الله يخليك يا صاحبي. حط الطماطم دي هنا وبكده ايه نكون قدمنا الفخده لسه مسخناها دلوقتي ومظبطينها. تعالوا بقى ايه نقوم واخدين بص يا حمدي الحركه الحلوه دي كده الطماطم دي كده ماشي وبعد كده تقوم واخداها كده تيجي من هنا وتقومي عامله دي نزلها تحت ما توصليش الاخر ها
كده وكده، وبعد كده تقوم واخده دي على اتنين، كل واحده تاخديها على اتنين. بعمل شكل ورديه كده حلو قوي او زهره، هنشوفها دلوقتي. السكينه امشي على الحته بتاعه اللحم بس. انا ممكن انا الجلافز معلش عشان اتحكم فيها بس كويس. هي بس حاجه بسيطه كده، ديكور بس كده عليها من فوق كورد، تخلي الحاجه شكلها حلو قوي. خليك شوف اهو وكده. ورده كده شيك كده، نقوم واخدينها ونقوم حاطينها هنا في النص كشكل بس. ايه تاني؟ ورقة اللحمة، ورقة اللحمة تعالوا نبص عليها. أنا ممكن آخد ورقة اللحمة أحطها يعني فوق الحاجة، بس يعني ممكن نجيب بورد زي ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ورقة اللحمة دي قصة يعني. حتة السمين ديت خلاص اللحمة طبعا يعني بص مفيش يعني، انت بتشيليها ما بتعرفش تشيليها بايدك يعني، لان هي بص يا باشا الحاجة عاملة ازاي. بص اللحمة اهو، انت بتشيليها كده اهو بالشوكة، بتلاقي اللحمة دابت معاك اهي يا باشا. طلع بقى حتة اللحمة كده، البطاطس هتلاقيها زي ما هي، ما هو ما بتتقلبش، طب تفضل الحاجة زي ما هي. بص حتة اللحمة يا عم حمدي، بص الله أكبر يعني، ورقة اللحمة ديت بألف هنا وشفا يعني، ريحتها جميلة. نقلبها كده اهوت، نلف ورقة الزبدة كده على الفويل. الصلاة على النبي يا باشا، وأديه أهو على بقى إيه؟ احنا كده ايه عملنا حلقه امبارح ظبطناها وقدمناها زي ما وعدنا حضراتكم. اللحمه ما شاء الله كل حاجه دايبه معايا، الله يخليك. يبقى دي الفاخده ودي ورقه اللحمه اللي عملناها. هناخد بقى فاصل صغير بقى، وبعد كده ايه نخش على الفته الجميله، فته العيد نشوفها ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل. قدمنا الفخده مع ورقه اللحمه الدايبه، كل حاجه قدام حضراتكم مع الرز بالخلطه. وزي ما انتم شايفين عملنا الحاجه امبارح، وبعد كده بدانا ان احنا نقدمها. نخش على الفته ونعمل اول حاجه الصوص بتاعها الجميل، ويبقى حاجه تبقى خفيفه كده ما تبقاش تقيله. كل ما صوص الفته يبقى ما يبقاش تقيل، كل ما الفته بتاعتك تبقى حلوه وجميله يعني. فهو ما تقيل برده من ناحيه ايه؟ من ناحيه التوم ما يبقاش كتير قوي في صوص الفته، خلي بالك من ديت. يعني لو بنتكلم مثلا على لتر عصير طماطم، هم اربع فصوص ثوم مفرومين هيقوموا لك بالواجب وبزياده يعني. في ناس تحط معاه الثوم بصل بصلايه، بس هي حلاوتها بصراحه هي التوميه بس. معلقه سمنه بلدي كده حلوه،
زي ما قلت لك انا ما بحبهاش تبقى تقيله. 4 فصوص ثوم مفرومين، وبلاش نحرق التوميه هتاخد اللون دهبي كده حلو. نبدا ننزل عندنا بربع فنجان من الخل اهو، معلقتين اتنين من صلصة الطماطم، نقلبهم وبعد كده نقوم نازلين عندنا بعصير الطماطم، نتر كده حلو من عصير الطماطم، وطبعا ما تبقاش تقيلة طبعا، فبنديها حوالي نص لتر تاني من المية السخنة اهو. لا لا ده كده حلو قوي اهو زي الفل. بعد كده نقوم حاطين عندنا شويه الملح، شويه سكر صغيرين قوي يعني نص معلقه كده اهو من السكر عليها، وهدي التقليبه التمام، وبعد كده نقفل لحد ما تبدا اللي هي ايه، لانها هي اكتر حاجه بتاخد وقت هو صوص الفته. تمام كده، يبقى ده اول حاجه عملناها صوص الفته مع بعض، سواء الصوص الاحمر او الطشه بتاعه الفته. خش بعد كده اهوت نحمص شويه العيش. عايزه تجيبي العيش اللي هو المفقع الحلو بتاع الفته شغال، عايزه تجيبي العيش الطري وتقطعيه كده مكعبات وتحمصيه على طول في الفرن برده شغال. الناس هتقول لك بقى ايه المقوله المشهوره، يقول لك المصريين العيش يبقى طري وبعد كده نشفوه وبعد كده طري تاني. لا، اول فكره انك بتحمص العيش بس. لو العيش طبعا متحمص وجاي من المخبز متحمص ما بنحمصوش ولا حاجه، لكن هو الفكره لما الخبز البلدي ده بالذات بياخد تحميصه فهو ده اللي بيدي طعم حلو، هو اللي بيدي تيست حلو للفته يعني. لكن لو هو جاي من المخبز وهو موجود دلوقتي هتلاقي يعني، لان ده موسم بقى، فهتلاقي كتير قوي موجود في المخبز اللي هو العيش اللي هو المفقع الصغير، او بيحمصوا العيش ده بيعدوه على السير مره وخلاص يعني. ناس بتقطع بمقص، نقطع بسكينه، قطع بترانش زي ما انت عايزه، اهم حاجه اللي انا اصل على نتيجه اللي هو ايه، يكون مكعبات صغيره. بسم الله. ما هو ما انا بقول لك، لو انت لو هو متحمص يبقى ما تدخلوش تاني الفرن بقى خلاص، لو هو جاي متحمص جاهز. برضو هقول لك على حاجه، ما تدوش اي حاجه خالص ولا زيت ولا اي حاجه من فوق زي ما هو كده ماشي، عشان انا كده كده اصلا هديله صوص فته، فبلاش اللي انا اتقله قوي عشان اديله. في ناس بتدي زيت وتوم عليه وده بيتقل الفته قوي. الفته كل ما تبقى بصراحه تقيله ما بحبهاش، انا بحب الفته تكون خفيفه كده معايا، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هنحمصه بنحمصه يا باشا زي ما هو كده، هيطلع زي الفل ان شاء الله. اهو ناخد الباشا ده كده ودي على الفرن، هناخد ام سمر معانا. الو، السلام عليكم. ازيك يا ام سمر؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه يا شيف محمد؟ ازي صحتك عامله ايه؟ كل عام وانت بخير يا باشا. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ربنا يخليك، اتفضلي معانا. والله الله يبارك لك يا رب، يصلح ما بين ايديك. اللهم امين يا رب. الله يحفظك يا رب، يصلح ما بين ايديك يا رب. ربنا يخليك يا فندم، يديك الصحه والعافيه. انت يا ريت رقنا يا راجل واحنا صايمين يا راجل. بارك الله فيك، تقبل الله، تقبل الله. الله ربنا يتقبل منا ومن الله يخليك العمل ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم والله يا ابني انت حاجه يعني، بتطلع حاجات جميله وبتعلم. يعني انا 67 سنه وبتعلم منك حاجات كتير لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحه والعافيه، ربنا يديك الصحه والعافيه يا مصطفى. الله يخليك، يديك الصحه والعافيه، وتفرح بانس واخته يا رب العالمين. اللهم امين. ويجعلهم لك من الذريه الصالحه. اللهم امين. تسلمي يا ست ام سمر يا غاليه. ان شاء الله برضو بحب افكر كل الساده المشاهدين، احنا ان شاء الله هنبقى مع برايدز هاوس، هنبقى في سوهاج ان شاء الله، ودي بقول لكم الحاجات ديت من ايه، من البلاد القريبه لقلبي قوي، فهنبقى ان شاء الله في سوهاج في المول الكبير هناك. وهما يعني هما ما شاء الله فارشين الدنيا بانورات وعاملين شغل حلو جدا، وهيبقى يوم حلو ان شاء الله، لان انا متشوق ان انا اجي اشوف اهل سوهاج مع برايدز هاوس. والحفله ان شاء الله هتبقى يوم الجمعه اللي جايه ديت، وهتبقى فيها مفاجآت كتير جدا، فانتظرونا ان شاء الله لكل اهل سوهاج
وحبايبنا هناك في الصعيد ان شاء الله ينتظرونا يوم الجمعه القادم ان شاء الله. ثلاث ايام اربع ايام مش عارفين نحجز لا تذكره قطر ولا طيران ولا نحجز اي حاجه، كل حاجه مقفوله لان احنا في موسم العيد. ف كان الموضوع بقى مش عارفين نعمل ايه، لا خلاص بقى عربيه تودينا وتجيبنا، لحد الحمد لله ما ربنا كرمنا بالقطر، في ناس كنسلت حجزه وخدنا مكانهم. ما انا عارف، بس هو الفكره اتاخرنا على ما حجزنا. فان شاء الله يوم الجمعه باذن الله نبقى موجودين مع برايدز هاوس باذن الله في سوهاج، اهلنا وحبايبنا وناسنا يعني. خش بقى هنا يا عم حمدي، انا معلق على اللحمه. ما خلاص بقى، انا مش كل يوم هقول لك احط اللحمه ونستنى تاني يوم نقدمها، لا انا عملت اللحمه جاهزه، جبنا كيلو لحمه كده حلوه ملبسه وحطيناها اهي في الشوربه اهيت. الله الله الله، ماشي. سلقناها ببصلايه وحبهان، بصي هوبا يا عيني يا عيني اهو، وحطينا لها الملح بتاعها التمام وهي كده جاهزه معايا على الشغل بقى. كده الصلصه تغلي، الشوربه باللحمه ناقص ايه، والعيش في الفرن، الرز رز الفته. يا ام اسيا، ازيك يا ام اسيا؟ ايه الاخبار؟ ازاي صحتك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. وانت طيبه بالصحه والسلامه يا رب، يعود عليك الايام خير يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا ست ام اسيا غاليه، الله يخليك. الله الله يحفظك، كل سنه وانت طيبه يا فندم. الله يخليك يا رب وتفرح باولادك كده ان شاء الله. اللهم امين في حياتك. الله يخليك يا رب. الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك، عايز اعمل اهداء لآسيا عشان نجحت. ما شاء الله، ده في سنه كام؟ هي في سته. سته، الف مليون مبروك يا آسيا. الله يبارك فيك، واحمد وراشا برضو الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا رب وتفرح بيهم كده ان شاء الله. الله يبارك لك في كل حاجه بتعملها. ربنا يبارك لك فيهم. شكرا ليك، مع السلامة. هلا على شوية الرز عندنا، حط عندي شوية زيت. حلوة الحلقة الستايل ستات كيتشن اوف ديه، جميلة. مقاس 32 يا باشا، ايه في الحاجات اللي هي ايه، انا بحب اعمل الرز في حلل كبيرة. ما هو برضو خلي بالك من المعلومة دي، الرز لو انت عندك عزومة ولا حاجة وجيت عملتيه في حلة صغيرة ده بيبوظ الرز. كل ما تكون الحلة كبيرة بتاعت الرز كل ما يكون أفضل. المعلومة دي خلي بالك منها قوي. يعني لما تيجي تعملي رز مثلا، حتى لو تعملي رز مثلا، لو هتعملي كيلو مثلا للعيلة أو نص كيلو، ما تعمليش في الحلة دي. ماشي؟ اعملي في الحلة الأكبر. كل ما يكون الرز الحلة فيه مرتاحة وتدي مساحة للرزاية تستوي أفضل من الحلة الصغيرة. لأن الحلة الصغيرة تخليه مستوي من جنب وجنب، لا يعجن منك. ما هو من ضمن الحاجات اللي بيعجن الرز معاكي انك بتعمليه في حلل صغيره. فكل ما يبقى مرتاح في الحله اللي هو شغال فيها يبقى افضل بكتير. يلا هنجيب الرز بتاعنا غاسلينه ومظبطينه. ما تقربش قوي يا حمدي، خليك جدعه. شويه ملح يا خال. عنده ضمير في الشغل يا الله. يا ام عمرو. يا دكتور محمد، ازاي حضرتك يا ام عمرو؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الله يبارك فيك يا رب، تسلمي. انت كويس؟ الحمد لله بخير. يا انت دكتور محمد، دكتور محمد حبيبتي والله يا ام عمرو يا غاليه، تسلمي. ربنا يخليك. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيب وحمد انس واولادك يا رب. ربنا يخليك يا ستي الكل ويغسل ما بين ايديك. اللهم امين يا رب، تسلمي. او تعمل لنا بقى حاجات في العيد بقى. يا نايل ما انا شغال اهو. حاجاتك الحلوه اللي في العيد. يا نايل الاثنين، حاضر حاضر يا ست الكل. ربنا يبارك لك يا ابني يا رب، ربنا يخليك لينا يا ست. الصحه والعافيه وخليك لاولادك. ربنا يحفظك يا ست الكل، شكرا شكرا لحضرتك جدا. ايوه موسم اللحمه بقى ان شاء الله، الناس كلها تاكل لحمه كده وتتبسط. ايه الاخبار؟ لا لسه يا حمدي. لسه هيبه. كله تمام. لازم الرز بقى، بصي اهو لازم يتقلب كده. انا عايز اجيب معلقه اسف خشب، يعني خشب افضل. تفضلي تقلبي يا باشا في الرز، فاهمه ازاي؟
اوعي تستعجلي كده اهو. والنار بتبقى ما تبقاش عاليه يا جماعه، يعني وانت بتقلبي الرز كده على النار، النار ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش عاليه. كام دقيقه بقى؟ دقيقتين ثلاثه تفضلي تقلبي في الرزايه كده قبل ما تحطي لها الميه عشان تاكلي شويه رز حلوين من الفته اهو كده. جيبي يمين وشمال، حطينا الملح تمام التمام. حضر عندي الميه السخنه، يعني طول ما هو بيتقلب عشان الرزايه ما تنشفش منك. ان حضرتك تكوني مهديه النار عشان تطلع معاكي مظبوطه. يا استاذ احمد. اهلا صباح الخير يا فندم. ازيك يا استاذ احمد؟ انا سعيد جدا ان انا بتواصل مع حضرتك وبسمع حضرتك والله. ربنا يخليك يا استاذ احمد. انا نفسي اعطي حضرتك لقب، يعني دكتور او امبراطور او شيف، مش لاقي لقب يليق بحضرتك. الله يخليك يا استاذ احمد يا محترم. انا سعيد جدا جدا ان انا اسمع حضرتك النهارده، ومبسوط ان انا بقالي فتره بتواصل مع حضرتك حبيبي عشان اقول لك رح امه بالقلوب الضعيفه. ربنا يخليك، يعني تفتح نفسنا للاكل حبيبي يا استاذ احمد. والله حبيبي يا استاذ احمد، تسلم يا محترم. حبيبي يا شيخ والله، وانا سعيد جدا ان انا كلمت حضرتك. الله يخليك يا فندم، ومنتهى سعادتي والله. ربنا يحفظك يا فندم، اشكرك، بقول لك ذوق والله. مع السلامة يا أحمد. احنا اللي بنشكرك يا باشا على ذوقك واحترامك وانك اتصلت بينا يعني. تعالى يا باشا ميه سخنة، اهدي النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا تمام؟ انا يا باشا. بص يا باشا ايه؟ اهو اقلب على النار يا حمدي لحد ما تبدا اللي هي ايه؟ تتشرب، وبعد كده اهوت نبدا اللي احنا نشتغل ونظبط الاداء عشان يعني تشرب، بس الميه ما تبقاش عاليه قوي، تبقى مظبوطه معايا. ما تقطع يا حمدي. يا عم خلينا. يلا فاصل يا باشا، وبعد الفاصل نوصل. يلا بيكم يا باشا. رجعنا تاني بعد الفاصل قدام حضراتكم كده. الرز تقليبه كده محترمه، نقوم سايبينه كده يكمل التسويه بتاعته. ما تيجي نحمر اللحمه حمديكا، تبقى جاهزه معانا. بص يا باشا، على سمنه بلدي كده حلوه نديله. اوكي يا استاذ، ولا عيش خلاص اهو دخلها دلوقتي. شويه الملح على السمنه البلدي. مش عارف الاول عيش كده تستوى اصلا يعني يتحمص. الله 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 الله. فهمتوا بقى فكره لقيت التحميصه بتاعته بتاعت العيش، ما تحطيش عليها اي حاجه، ولا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، حمص كده لوحده لحاله. كل ما تبقى خفيفه كل ما يكون احلى. خش على اللحمه. يا نهار ابيض على الحلاوه. اديله حمدي. بص بقى حلوه دي. بص بص بص، تقوم جايب شويه صوص، صوص احمر، صوص احمر بتاع الفته جميله قوي. بص تاخد بس ربع او ربع معلقه بس. بص يا باشا على اللحمه، ده دلع والله. حط بقى على حته اللحمه كده، فبيدي طعم جميل قوي. ايه يعني ما تكتريش، ها ربع معلقه صغيره كده على اللحمه وهي شغاله، فبيدي بيعلي التست بتاعها قوي.
طلع العيش. مين يا استاذه شنو؟ استاذ حسين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا استاذ حسين؟ ازي حضرتك استاذ محمد؟ طيب وانت طيبه. البرنامج والعاملين طيب. مع حضرتك ويعني يعني كلهم يعني كل سنه وعيد عيد سعيد عليهم ان شاء الله باذن الله. يعني الله يخليك يا استاذ حسين. ايه الاخبار؟ الحمد لله. الله يخليك. نشكر والله الاستاذ شروق كده على حسن المعامله بتاعتها. الله يخليك. يعني ترد علينا ومنتهى الذوق والاخلاق والاحترام. الله يخليك يا فندم شغلها. والله يا فندم واجبها كده يعني تجاهكم يا ما شاء الله عليها يعني. الله يخليك. الله يخليك. والله يا استاذ محمد وحضرتك يعني مش دكتور بس، انت حضرتك يعني مايسترو. ربنا يخليك والله. بتدينا كل يوم اكله جميله. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. شكرا يا استاذ حسين حبيبي. الله يخليك يا استاذ محمد وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يحفظك. ونجاح نجاح ان شاء الله. شكرا يا استاذ حسين، بارك الله فيك يا فندم. شكرا، مع السلامه. الطواجن الجميله ديت هو بس لا في حاجه ثانيه نسيت اعملها. ده لازم ادلع على المساء. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه العيش هنا ماشي، اللحمه دي تمام، بس خيال بقى الشوربه ديت بالهنا والشفا ماشي. شويه صوص احمر من بتوع فتة عم حمدي عليها. الصلاه على النبي. ندلع الفته كده ونروقها ونبص بقى العيش. بقى العيش ده بقى خلاص بقى في حته تانيه دلوقتي بقى ماشي. الطواجن الحلوه بتاعتنا نقوم جايبينها كل واحد ايه واخد شويه كده. دول حلوين قوي. العيش واخد بقى ايه من الصلصه الجميله بتاعت الفته اهو، واخد الشوربه الحلوه بتاعت اللحمه، فايه بقى في حته تانيه ومتحمص كمان. الدنيا تمام التمام زي ما حضراتكم كده ايه شايفين الموضوع. هنا الصوص بتاع الفته اهوت، يا ريت ما تسبكوش كتير على النار يعني، ده محتاج كمان شويه صغيرين شويه صغيرين، بس انا بحبه خفيف كده يعني. كل ما يبقى خفيف كده الخفيه بتاعته تبقى موجوده كده، كل ما يكون صدقيني احلى. صوص الفته ده لما بيبقى تقيل قوي يعمل حموضه وانت بتاكليه، هو كده طعمه سكر. الرز عندي انا ناقص عندي الرز يعني، انا كده ايه واقف على الرز. انا هعمل بس سلطه الدقوس، هعملها احطها جنب الفرده عشان بس ايه دي كانت موجوده في المنيو بتاع امبارح، فانا عشان اعملها ونحطها جنب الايه جنب الفته. اركن الشوربه دي استاذه ياسمين. يا استاذه ياسمين الو. طيب يا استاذه ياسمين كلمينا تاني. سلطه الدقوس اساسي، طماطم الطماطم الحمراء الجميله، كل ما الطماطمات تكون حمراء وطريه كل ما تكون تديكي طعم للدقوس والسلطه دي احسن احلى واحلى يعني. حط الطماطم هنا. سبايسي سبايسي بقى، اديها قرن فلفل حامي كده. بسم الله. كزبره خضراء ثلاث اربع فصوص ثوم، عصير ليمون يعني ثلاث معالق خل، كمون، بعد كده هوت ايه شويه الملح الحلوين عليهم، واقفل يا باشا والسلام. بقى ايه لو شويه ميه قبل ما ابدا اضرب، شويه ميه صغيرين. شكرا، اديله.
الله الله، الحته حلوه قوي، حته حلوه قوي. اديها كده اهو هنا. في دقوس بيبقى اخضر يا جماعه، بيتعمل بالخضره، ما بتحطش عليه طماطم برضو، بس انا عندي يعني دي سلطه الدقوس يعني الاقرب الى القلب يعني. حطها كده فين يا عم حمدي بقى؟ هنا كده في وسط الرز هنا كده. كده يا باشا كده اهو. اهو كده كده. شوية سلطة الدقوس بالهنا والشفا. اهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نقدم مع بعض ايه شويه بقى الفته. الله الله الله، الصلاه على النبي بقى. اه هو ده الشغل، مزيكا بقى. كل حاجه مستويه، طواجن رز استوى، والعيش واخد بقى الصوص بتاع الفته. تمام التمام، نعمل طاجن كبير واخواته. حلل بقى اللي احنا شغالين فيها حمدي كلها النهارده ديت، احلى حلل تشتغلي بيها في حياتك. حلل ستانلس ستيل من المقدمه من كيتشنوفا. حلل ولا كلمه، حلل بجد تقدري تعتمد عليها في المطبخ وتعملي بيها العزومات وكل حاجه. حاجه جميله ومن احلى الحاجات اللي احب اشتغل فيها في المطبخ، حلل الستانلس جميله. في السلق، في الرز، في الطواجن، تخش الفرن كمان معاكي لو عايز تعملها طواجن مثلا. الصينيه بتاعتهم عندهم الكازرولة الصغيره ديت اللي بعمل فيها الحلويات، الحلل الوسط 12 قطعه من حلل الستانلس من كيتشنوفا، تقدري حضرتك اللي انت تستخدميهم عندك في المطبخ. سلك يا باشا واشتغلي اي حاجه، انت فاهمه ازاي؟ اه يعني متاح ليك اي حاجه تعمليها، لا بتصدي ولا لونها بيتغير ولا بتتفاعل مع الاكل، لان الاستانلسين اللي موجود فيها والقاع اللي موجود فيها المزدوج عشان ما يشيطش الاكل ده 18/10. حاجه من الاخر، حاجه طبيعيه 100%، ودي اللي اشتغلنا بيها وبنعمل بيها الشغل على طول. يعني حتى اللي موجود الطقم الموجود ده مش جديد، ده اللي بشتغل بيه اصلا وعلى الهوا. اخد اللي انا عايزه ونرجعه ونغسله ونرجعه تاني نحطه عندنا في العرض اللي قدام حضراتكم. هوبر اللحمة بقى، هوبر اللحمة كده. اللهم صل على النبي اهو. بص حمدي، بص بص حتة اللحمة دي عاملة ازاي؟ دي حتة لحمة من السن بقى. الناس اللي بتقعد تسأل وهي أحلى حتة لحمة للفتة، حتة لحمة اللي من السن طبعا. دي أحلى حتة لحمة تقدري، لازم يكون فيها سمين. ما تبقاش سادة، ما تبقاش حمراء، مش كباب حلة. كباب الحل حاجة ولحمة الفتة حاجة تانية. لحمة الفتة لازم تكون فيها نسبة من الدهون، فأحلى حتة بتبقى فيها نسبة من الدهون وبتبقى جميلة ومنصرة جواها هي حتة السن اللي قدام حضرتك ديت. تبقى جواها الدهون وبتبقى في كفر بسيط جدا من الدهون بتبقى عليها، فبالتالي لما بتطلع بتقي حتة اللحمة، لا لحمة لحمة يعني، الموضوع مش هزار بقى. فعشان في ناس، وطيب ايه تاني ينفع للفته، للحمة الفته؟ الموز. موز جميله جيلاتينيه كده وتاكليها تبقى دايبه معاكي. القشر اللوحه الكولاتا دي بتبقى جميله، تبقى برضو فيها حاجات جيلاتينيه كده جوه بتخلي اللحمه تبقى دايبه وانت بتاكليها. فعندك دي وعندك دي، لكن انا افضل حاجه بالنسبه لي وكلحمه بقى تاكليها فعلا تحس بطعم لحمه الفته هي السن. خشي بقى عليا كده يا عيني. قدام الجمال ده الواحد يسكت كده وايه الكاميرا بتتكلم بقى. ام سيد، ام مصطفى. ايوه السلام عليكم. ازيك يا ام مصطفى؟
الحمد لله كل سنة طيبين وبالصحة والسلامة. وانت طيبة وبالصحة والسلامة، الله يحفظك. وكل أسرتك بخير ووالدتك يا رب بألف خير. ربنا يخليك لينا يا ست أم مصطفى يا غالية، الله يخليك. الله يخليك وكل قناة بيني فيه بخير يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك يا فندم دايما كده يا رب بالنجاح دايما يا رب. الله يخليك يا أم مصطفى، بارك الله فيك يا فندم، أشكرك. تسلم إيدك كده يا رب ووقتك وتعبك دايما معايا. ربنا يخليك لينا يا أم مصطفى والله، شكرا وكلك ذوق والله، أشكرك. مع السلامة يا فندم. بنحب إن نذكر الناس برضو إن شاء الله لكل أهلنا في الصعيد، إن شاء الله هنبقى موجودين مع يوم الجمعة، هنبقى موجودين في سوهاج بإذن الله المول الكبير هناك، هنبقى موجودين في إيفنت كبير تبع إن شاء الله برعاية برايدز هاوس، هنبقى موجودين هناك إن شاء الله، يبقى اليوم كله فيه مفاجآت، وهبقى مبسوط جدا وسعيد لما بروح أي بلد في الصعيد، هبقى مبسوط وسعيد جدا عشان أقابل أهلي وحبايبي وناسي. يعني الرحلة اللي فاتت كنت في الأقصر الانبساط مش طبيعي والله، طول ما أنا ماشي في الشارع وكنا مع الناس وحبايبنا وأهلنا. إن شاء الله نكررها يوم الجمعة، هنبقى موجودين في سوهاج. طيب إحنا كده حلقتنا خلصت، يا رب الحلقة إن شاء الله طول إعجابكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل يا رب يعني يرزق كل مشتاق بإذن الله لزيارة بيت الحرام والحج إن شاء الله، نبقى على جبل عرفة السنة الجاية وأنا وكل اللي بيسمعونا وكل اللي نفسهم، بس اطلبيها من قلب، اطلبيها من قلب الزيارة، ربنا إن شاء الله يحققها لك بأمر الله أيا كان مستواك المادي. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج المطعم، دمتم في رعاية الله، سلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.